الأفكار هي تحتاج منصة لجمعها وإتاحة الفرصة للمشاركة من مهتمين ومطورين ومؤسسات، إنه نحن نعرف إيش المطلوب في السوق، تمام؟ وحسب السوق يعني، سواء كان السوق السعودي أو السوق المصري أو أي سوق كان بشكل عام أو بشكل خاص، مقسمة حسب المجال. هذه عشان تكون موجودة لابد أحد يبنيها ويتبنى، يعني يتبناها كبناء وكوست وإشراف. الإشراف حيكون طويل المدى، ولكن كوست البناء حيكون إيش؟ مرة واحدة.